تعالى جعل السمة العامة، الوصف الإجمالي لهذه البقعة من أرض مصر، أنها بقعة أمان. وربنا خلى الأمان ده ممكن يتحول إلى برنامج عمل ننفذه ونقيمه على أرض الواقع. وتعالى معايا ناخد جولة في القرآن الكريم ونشوف يعني إيه ربنا خلى مصر بلد أمان، وده ليه أثر عميق جدا في شخصية الإنسان المصري، في شعوره بأنه البلد ده له حالة معينة، له خصوصية معينة، له هيبة معينة، له عمق معين. العوامل دي يا جماعة والله مش سهلة أبدا، دي بتأثر جدا في وعي الإنسان، في إدراك الإنسان لذاته، في إدراك الإنسان لقيمته، في احترام الإنسان لبلده، في اعتزاز الإنسان بأصوله وبمرجعيته وبجذوره. مصر بلد الأمان طبعا، ومعي بهذا شاهد ودليل، زي ما الشاعر بيقول. لما نقرأ القرآن الكريم وهو الخطاب الإلهي المجيد المبجل الجليل المعجز الوحي المتدفق من قمة الجلال والجمال والكمال إلى العباد أجمعين، هنلاقي ربنا تبارك وتعالى اختار ثلاث بقاع، ثلاث أماكن معينة وصفها الله تعالى بالأمان. والوصف الإلهي مش مجرد كلمة زي كلامي وكلام حضرتك مع كامل الإجلال والتوقير، لا، كلام الله تعالى معناها ضمان، كلام الله تعالى معناه وعد، كلام الله تعالى معناه صدور الأمر الإلهي للأكوان لتنفذ، لتنفعل، لتخضع، لتصطف، لتتلاقى، حتى يسري هذا الأمر الإلهي. وبرضو معانا في مصر شاهد على جلال الكلمة الإلهية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وكان هذا الجبل في بقعة متميزة من أرض مصر، حيث لم توجد بقعة على الإطلاق ولا مكة المكرمة شهدت تجليا إلهيا كالذي شهده جبل طور سيناء في أرض سيناء المباركة الطاهرة، في بقعة غالية وعزيزة من الوجدان المصري وهي سيناء. يبقى لما ربنا يصدر منه الوعد والضمان، معناها أن الأكوان بأكملها بأفلاكها وشموسها ومجراتها وجبالها قد وقفت في مقام التنفيذ والخضوع. تعال نشوف فين الوعود الإلهية لبقاع محددة من بقاع الأرض بأنها بقاع أمان. هم ثلاث أماكن مفيش غيرهم، لا رابع لهم. تصور حضرتك أن المكان الأول الجنة، جنة الخلد، دار الأمان الأعلى، إن المتقين في جنات وعيون، شوف شوف صفة الجنة، أدخلوها بسلام آمنين.